على مساحة 2050 متراً مربعاً ينبض من قلب مدينة الخليل القديمة التي ارتبطت عضوياً بمكانته لتتشرف بحمل اسم أبانا إبراهيم خليل الرحمن الذي يرقد وزوجته سارة وحفيده نبي الله يعقوب وزوجته عليهم السلام في ثراه المقدس ليكون المسجد الإبراهيمي درة تاج الخليل وأهلها ورابع مساجد المسلمين قداسة حول العالم. يحيطه سور عظيم من حجارة ضخمة يصل بعضها إلى طول 7 أمتار شيده الإمبراطور هيرودس الأدومي في القرن الأول الميلادي مكانا يحيط بالقبور، وتحول بعد الفتح الإسلامي إلى مسجد يحمل اسم أبانا إبراهيم حتى يومنا هذا متربعا على أرض فلسطين منذ آلاف السنين يحمل قداسة الموقع وسحر التاريخ. يثخنه الاحتلال الإسرائيلي تقسيما زمانيا ومكانيا وينشر عشرات البوابات الحديدية ونقاط التفتيش التي تحيط به ويمنع الأذان فيه أياما طوال كل عام ويسرع وتيرة خنقه بالاستيطان باحثا عن تحقيق الحلم الصهيوني بإقامة ما يسمى بالخليل اليهودية التي اخترعتها النفوس المريضة المهاجرة من أقاصي الأرض لترفع نجمة سداسية فوق مئذنته وليدنسوا قداسته بطقوس الغناء والعويل والرقص والموسيقى ليكون متاحا كاملا للمسلمين الفلسطينيين 10 أيام فقط طيلة العام. يسيطر الاحتلال على 63% من مساحته الإجمالية، إلا أن ذلك لم يفقده قيمته الدينية ولا الأثرية، وبقي يقاوم صامداً ليثبت أنه صاحب الحق بهذه الأرض وأن الدخلاء لابد راحلون. يحرسه فلسطينيون حنفاء لله على ملة أبانا إبراهيم، يفخرون بالصلاة والرباط فيه وتقديم الدم قرباناً وفداء لمسجد من افتدي ولده من أعالي السماء بكبش عظيم.